تيوب. ربما لا يعرف الكثير منا معلومات حول نيوزيلندا، فهي في مقدمة الاهتمامات للجماهير، فالكل يبحث ليعرف الكثير عن هذا البلد. لذا سنتحدث في هذا الفيديو عن نيوزيلندا، ونعرف أين تقع نيوزيلندا، وما هي عاصمتها وعملتها ومناخها، بالإضافة إلى السياحة في نيوزيلندا. نيوزيلندا هي دولة جذرية تتألف من أكثر من 600 جزيرة صغيرة، بالإضافة إلى جزيرتين أساسيتين هما الجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية. تقع نيوزيلندا في غرب المحيط الهادي. تبلغ مساحة نيوزيلندا أكثر من 268 ألف كيلومتر مربع، وعاصمة نيوزيلندا هي ويلينغتون، وتعتبر الإنجليزية هي اللغة الرسمية بالبلاد، بالإضافة إلى الماورية. ويبلغ عدد سكان نيوزيلندا 4,907,200 نسمة. تتبع نيوزيلندا نظام حكم ملكي دستوري، وتحكم البلاد الملكة إليزابيث الثانية، وللحكومة النيوزيلندية السلطة التنفيذية بقيادة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن. تأسست نيوزيلندا في عام 1907، والعملة الرسمية للبلاد هي الدولار النيوزيلندي. ينحدر ما يقرب من 74% من سكان نيوزيلندا من أصل أوروبي، بينما يمثل الماروي وهم السكان الأصليون للبلاد حوالي 15% من إجمالي السكان، ويمثل الآسيويون أقلية كبيرة من السكان. تعتبر نيوزيلندا واحدة من الدول المتقدمة التي تتمتع بمستوى معيشي مرتفع. تتمتع نيوزيلندا بمناخ رائع معتدل طوال العام، وعلى عكس الكثير من البلدان فإن أدفى الشهور في نيوزيلندا هي ديسمبر ويناير وفبراير، وهي الشهور التي تشهد رواجاً سياحياً كبيراً. ويبدأ فصل الربيع في شهر أبريل، بينما الشتاء في شهر يوليو. تعتبر نيوزيلندا قبلة سياحية رائعة لمحبي الهدوء وسياحة الشواطئ والألعاب المائية، كما أن هذه البلاد تتمتع بتنوع نباتي وحيواني هائل، بالإضافة إلى سلاسل الجبال والشواطئ الرائعة الممتدة. تتمتع نيوزيلندا بجمال سريالي منقطع النظير، حيث القمم المغطاة بالثلوج والخلجان والأنهار الجليدية والأنهار المليئة بالأسماك وغاباتها المطيرة، وهو ما أهل نيوزيلندا وبجدارة لتصبح مركزاً للرياضات المائية وركوب القوارب النفاثة والتزلج الهوائي والقفز بالمظلات، بالإضافة إلى المغامرات كركوب الدراجات الجبلية. يعد منتزه فيورديلاند الوطني من أكثر المناظر الطبيعية في البلاد، وهو أحد مواقع التراث العالمي، ويمكن لزواره استكشاف الشلالات المتدفقة والجزر البحرية والغابات والبحيرات والقمم الجبلية، فهو المكان الأفضل للمشي في العالم والتجديف البحري لاستكشاف المضايق البحرية، بالإضافة إلى المشاهد الخلابة. يقع باي أوف آيلاند الجميل على بعد 3 ساعات بالسيارة شمال أوكلاند، وهو أحد أكثر الوجهات السياحية شعبية في البلاد. تنتشر أكثر من 144 جزيرة في الخليج المتلألئ، مما يجعلها ملاذا للإبحار واليخوت. تعيش طيور البطريق والدلافين والحيثان في المياه، وتعد المنطقة المكان الأمثل لصيد الأسماك. يمكن للزوار ركوب قوارب الكاياك على طول الساحل، والمشي لمسافات طويلة، والاستلقاء في الخلجان المنعزلة. تعد كوينز تاون عاصمة المغامرة النيوزيلندية، وأحد أبرز الوجهات السياحية للزوار الأجانب. يمكنك التجول في شواطئ بحيرة وكاتيب المتلألئة، والاستمتاع بالقفز وركوب القوارب النفاثة، والطيران بالبالون، وتسلق الصخور وركوب الدراجات في الجبال. كما يمكنك استكشاف جبال الألب، ويوجد أيضاً العديد من المطاعم والفنادق والمحلات التجارية وصالات العرض. يقع منتزه تونغاريرو الوطني وسط الجزيرة الشمالية على بعد 7 كيلومترات من بحيرة تاوو، أكبر بحيرات نيوزيلندا. وتعد الحديقة موقع ثورات عالمي، حيث معالمها البركانية وأهميتها لسكان نيوزيلندا الأصليين الماوري، وهي من أقدم الحدائق الوطنية بالعالم. تتمتع بحدائقها الفيروزية وهضابها القاحلة والينابيع الحارة، علاوة على البراكين الشاهقة. ومن أبرز معالم المنتزه تونغاريرو الباين جروسينغ، وهو واحد من أشهر مسارات المشي في البلاد.
أول من سكن في نيوزيلندا هم البولينيزيون الشرقيون الذين وصلوا إليها بالزوارق في بداية القرن العشرون. أعلنت نيوزيلندا نفسها بأنها دومينيون داخل الإمبراطورية البريطانية. في العام 1947 اعتمدت الدولة النظام الأساسي المسمى لوستمينستر، مما جعل منها عضواً في عالم الكومنولث. بعد الحرب العالمية الثانية شهدت نيوزيلندا رخاءً متزايداً، وذلك بسبب المشاكل الاجتماعية التي ظهرت فيها ومغادرة الحياة الريفية التقليدية. تعد الملكة إليزابيث الثانية هي ملكة نيوزيلندا وقائدة الدولة، كما يمثلها الحاكم العام. أول الأسماء لنيوزيلندا هو شتاتلاندت، وهو اسم أوروبي. كانت نيوزيلندا في بدايتها جزءاً من مستعمرة نيو ساوث ويلز البريطانية، وفي العام 1841 أصبحت مستعمرة تاج منفصلة. أصبحت نيوزيلندا مستعمرة ذاتية الحكم في العام 1856. يتشكل برلمان نيوزيلندا من غرفة واحدة وهي مجلس النواب، والذي يحتوي على 120 عضواً. وتعتبر المحكمة العليا أعلى محكمة في نيوزيلندا، حيث أنشئت في العام 2004. في العام 1876 ألغيت كافة المقاطعات التي قسمها المستوطنون الأوروبيون الأوائل في نيوزيلندا. وفي العام 1960 ظهر التلفزيون، وفي العام 1922 ظهرت أول إذاعة في البلاد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.